القائد الأعلى للقوات المسلحة، واللي شهد النهاردة حفل تخرج الدفعة 83 في الكلية الجوية. ده كان بحضور الفريق أول صدقي صبحي القائد العام للقوات المسلحة وعدد من الوزراء والمسؤولين وكبار رجال الدولة والشخصيات العامة. الحفل شمل عروض ومناورة جوية شارك فيها عشرات الطائرات من مختلف الطرازات، ده بالإضافة إلى طلعات عملية بتوضح المجهود الجوي اليومي اللي بتقوم به القوات الجوية على مختلف الاتجاهات الاستراتيجية. أيضا النهاردة في كلمته